مرحبا والسلام عليكم، أهلا وسهلا بكم جميعا إلى قناة تعلم هندي بالعربي. أنا اسمي محمد، أرحب بالجميع. وهلأ بنتابع الموضوع اللي بدأناه في الفيديوين السابقات. كنا نتكلم عن الوقت والزمن، كنا تكلمنا عن الوقت الحاضر، وتكلمنا كيف نحكي عن الوقت بالماضي. وهلأ راح نتابع الموضوع، فيعتبر تتمة، لأنه راح نتكلم عن الزمن في المستقبل، الوقت في المستقبل. فإذا وهي تعتبر مراجعة للي عملناه في الفيديوهات السابقة، في الفيديوين السابقات. فمثلا بنحكي عن بكرة، شغلة راح تصير مثلا في المستقبل، مش بالحاضر ولا اليوم الماضي أو السابق. فشفنا نفس التعبير هاي هون، كيف الصباح والظهر والمغرب وبالليل، يعني هاي تعتبر نفس الكلمات زي كأنها مراجعة. كويس، بس اللي بصير التغيير انه شو بنحط قبلها. مثلا لما كنا بنحكي عن الحاضر كنا نقول اج، اليوم اج، اج صبح، يعني اليوم الصبح. شو كنا نقول؟ اج الصبح. لما حكينا بالماضي شو قلنا؟ كل الصبح. شو قلنا؟ كل الصبح، لأنه كان من ضمن الحديث عم نحكي عن الشغلة اللي صارت بالماضي، يعني عارفين، عشان حدا حكى معنا مثلا صلحت السيارة، صلحت البسكليت، فبنقول اه كل، كل الصبح، لأنه صلحتها امبارح. شو بس مثلا عم بتقول له انه لا ما صلحتهاش، مثلا الميكانيسياني شفته صلحت السيارة، وبيعرف مثلا بدك تصلح سيارتك مثلا او بسكليتك. شو؟ لا بتقول له جينا هي، يعني انه لا. شو نهي؟ يعني لا، جي بالاحترام، جينا هي. تقول له كل، كل الصبح، يعني بكره. فاذا كل هنا نفس الكلمه بتعني لاكثر من شغله حسب الحديث. فهنا لانه ما صلحتها بعد، تقول له بكره بدي اصلحها، بتقول له كل الصبح تيجي، يعني بكره بجيب لك اياها. شو كال؟ يعني كال كمان هون بتيجي معناها بكرة، غدا. شو فإذا كمان هنا بنقول كال الصبح، يعني غدا صباحا. وإذا كنا عم بنحكي عن الظهر زي ما شفنا كلمة ظهر، الظهر قريبة على الظهر، فبتقول نفس الشيء كال الظهر. كويس. وإذا عم بتقول المغرب بتقول شام، شام يعني هي معناها المغرب. كويس؟ اه، فإذا المغرب هو شام، بس إذا خلص سكر المحل بالليل تكون الدنيا رات، بقولوا لها بالليل، ليل، ليل هي بقولوا لها رات، زي ما شفنا بالفيديو السابق. بقولوا شو؟ بان، 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 يعني سكر، بان هو جاي، صار المحل مسكر، كل صبح بقول لك، يعني تعال بكرة الصبح. بس هاي بالنسبة للتعبير كيف تتكلم في المستقبل. كويس، عن اليوم. هلا بنتكلم مثلا عن لا بقول لك الأسبوع الجاي. شو بدي أقول لك مثلا؟ إذا مشغول كله محجوز أو رايح هوليداي ولا في شيء، يمكن أقول لك لا هلا للأسبوع القادم. شو؟ للأسبوع القادم. أو أنت يمكن تكون مشغول، عندك دراسة، عندك جامعة، امتحانات، فبتقول له الأسبوع القادم باجيب لك إياه أو باجي لعندك. فشو الكلمة للقادم أو الذي يليه؟ بقولوا لها هاي كلمة جديدة، بقولوا لها أجلي. شو بقولوا لها؟ أجلي. شو بيمدوها هيك؟ أجلي. آه، خلينا نكتبها بالأزرق. فإذا بقولوا لها هيك زي لها أجلي، أجلي، أجلي هي معناها زي القادم اللي وراه. بتقول أجلي هافتي، شو يعني الأسبوع القادم. لما بتقول الباص اللي وراك، هو واقف على موقف الباص، أجلي باص، يعني مش هذا الباص، الباص اللي بيجي، فما تطلع بهذا الباص، تطلع بالباص اللي وراه، أجلي باص. كويس، قول اللي وراه، ماشي الحال. فإذا أجلي هافتي، يعني
الأسبوع القادم. وهذه الكلمات شفتها بالفيديو السابق إنه الشهر شو معناه في أدب الذكر؟ هفتي، مزبوط. هفتي معناها أسبوع، بس إذا بدنا نقول عن الشهر مهيني. That's good. That's the one. فإذا المهيني هي الشهر. فإذا هون عم نحكي عن الشهر المقبل. بتكون العطلة عطلة المدارس أو عطلة الجامعة. فبتقول أغلي مهيني. شو أغلي مهيني؟ معناها الشهر المقبل. وبعد الشهر بيجي السنة. السنة صال. عمرك يطول عمرك 100 سنة ونصو صال. شو يعني 100 سنة؟ صو هي 100. فإذا صال، فإذا بدك تقول أنت أغلي صال، يعني السنة المقبلة القادمة أو العام القادم. طيب هاي عرفناها. هلا مثلا أنت عم تحكي له بدك تقول إنه بشهر أكتوبر الجاي، أو أي شهر أنت بدك تحط محلها، مثلا حزيران، جون، سبتمبر، نوفمبر. فإذا تقول بدك تقول أكتوبر القادم. شو أغلي؟ أغلي أكتوبر. بس في تعبير ثاني كمان حتى وأحسن، تقول حتى أكتوبر. كيف بتقول حتى نلقاكم؟ حتى الشهر القادم. شو تقول حتى أكتوبر؟ إلى أكتوبر. فبتقول أكتوبر طق. شو أكتوبر طق لحتى شهر أكتوبر. بنشوفك إلا فلتا أنت رايح مشوار وراجع بأكتوبر مثلا، بتقول أنا راح تشوفه بأكتوبر. بتقول أكتوبر طق. وشكرا لكم على المشاهدة، والرجاء الاشتراك، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل.